مرة فتحتنا باستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور هاني اللقاني. يعني بنشكر حضرتك جدا جدا دكتور هاني لتشريفك لينا من يعني محافظه البحيره. ربنا يبارك في حضرتك ويجعله في موازينك يا رب. ويعني على المحاضره القيمه اللي جد حضرتك يعني خصصتنا بيها النهارده في منتدى دلتا بنت لتبادل الخبرات. في البدايه طبعا انا شايف مجموعه من اساتذتنا الفضلاء موجودين على البث المباشر معانا. الاستاذ الدكتور مجدي القاضي استاذنا الفاضل، ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور طه اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا. مشرفنا النهارده دكتور هاني. دكتور هاني بيه طبعا منور الدنيا كلها. الله يخليك يا استاذنا. محاضره زي ما احنا متعودين يعني اكثر من رائعه، ويعني ربنا يجزيك خير وينفع بيك ان شاء الله، ومع الكم معلومات يعني ما شاء الله يبقى ربنا يبارك لك. يعني الله يخليك يا استاذنا، احنا بنتعلم من حضرتك يا استاذنا. لا العفو يا دكتور، العفو. ده طبعا قيمه وقامه كبيره دكتور هاني بيه. خليك يا استاذنا. انا بس كنت حابب يعني اقول بس كلمتين على موضوع المحاضره، على الموضوع نفسه يعني مش على التفاصيل. ان معرفتك بالباثولوجي بتاع المرض والباثوجينيسيس بتاعه واللقاحات المتاحه له باشكالها المختلفه، يعني نتكلم على امراض مختلفه، كل مرض له طبيعه في الاميون ريسبونس. فمعرفتك بالمرض وبالاميون ريسبونس بتاعه بالمسار المرضي بتاعه الباثوجينيسيس والادوات اللي في ايدك اللي انت ممكن تستخدمها تو كنترول، زي ما قال الدكتور هاني في المحاضره ان في حاجات بتنفع في التسمين والبياض، وفي حاجات ما بتنفعش غير في البياض، وفي حاجات ما بتنفعش غير في الامهات. يعني الكلام اللي اتقال ده كله مهم جدا من الناحيه الاكاديميه، ومهم جدا من الناحيه العقليه ان الناس تبقى فاهماه. لان طبعا بنسمع حاجات كتير في السوق، يعني او مثلا واحد يقول لك انا عاوز احقن لقاح ميت لمرض فلاني، وهو اصلا اللقاح الميت ده مش هيبقى له جدوى بالنسبه له، مثلا زي الاي بي مثلا في التسمين ملوش اي جدوى او الجدوى بتاعته محدوده جدا. اللقاحات لها دور معين ولها هدف اتعملت من اجله، عشان كده ما ينفعش ان احنا نسيء استخدامها. النقطه الثانيه المهمه قوي ان عمليه الابلكيشن بتاعه اللقاح من اهم عوامل نجاح التحصين. انا النهارده لو عندي لقاح ومثلا بنتكلم مثلا على فيروس زي الاي بي، عارفين ان هو فاستيديوس وضعيف جدا وحساس، وعارفين ان هو عشان مثلا يتقطر لازم تكون درجه حراره الميه ما تزيدش عن 8 ل 10 درجه، والناس ممكن تسخن الميه في ايديها فاللقاح يموت او ما يدهوش بطريقه جيده فيرجع تاني يقول عندنا مشاكل. عاوزين نقفل الثغرات بتاعه التحصين علشان نبقى عارفين حتى لما بيحصل مشكله، المشكله مش جايه من التطبيق، لان التطبيق اللقاح وتداوله وحفظه وحله وطريقه اعطائه كل دي عوامل بتبقى مهمه جدا في نجاح عمليه الفاكسينيشن. كل الكلام ده كله بعد ما ينجح هو بيمثل نسبه صغيره قوي من المنظومه كلها اللي هي البرودكشن، يعني لان الرعايه والبايوسكيورتي هي الاساس. يعني ان انت تمنع الانترودكشن بتاع الانفكشن هو ده الاساس. فمهم جدا 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 ان احنا نبقى عارفين اللقاحات طبيعتها انواعها الابلكيشنز بتاعها، الحاجات اللي تديك تعمل ماكسمايزيشن للاميون ريسبونس اللي ممكن تاخده علشان تاخد نتيجه كويسه. وزي ما قلت كده الحفاظ على الباي سيكيورتي ده طبعا البريورتي رقم واحد. بكرر شكري طبعا للمنتدى الجمعية وشركة دلتا فيت سنتر. حضرتك الرئيس حضرتك الرئيس بتاع لا أنا, انا 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 طبعا انا واحد من يعني من مجلس اداره محترم هو اللي يدير الجمعيه، انا بس بنفذ قراراتهم يعني. انما انا مش رئيس ولا حاجه يعني. ربنا يخليك دكتور هاني، بشكرك طبعا مره اخرى على المحاضره الجميله دي زي ما تعودنا منك يعني. يعني ربنا يوفقك دايما ويخلي الناس اللي سمعتك واللي ما سمعتكش تستفيد بيها باذن الله ان شاء الله.
شكرا جزيلا للاستاذ الاستاذ الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس اداره الجمعيه الدكتوريه المصريه للدواجن على المداخله الطيبه جدا، واللي اشرت فيها سعادتك ليه يعني ان اللقاح مش يعني عوامل كثيره جدا جدا بتاثر فيه وبتلعب دور كبير جدا في نجاحه من عدمه زي ما اشار استاذنا الدكتور هاني الاني. تحب تعقب يا دكتور هاني على كلام دكتور مجدي؟ لا بصراحه كلام دكتور مجدي يعني كافي وشافي، يعني ما عنديش اي كومنت عليه يعني. ربنا يبارك في حضرتك. في دكتور اسئله كثيره جدا جات من خلال الشات، في مثلا حد بيقول في سب دوز واوفر دوز، ده يعني حضرتك اشرت في المحاضره الى ان الاوفر دوز والسب دوز بيكون تاثيرهم يعني سلبي بشكل كبير على اللقاح. طيب ازاي التزم بتعليمات المصنع ومع الاخذ في الاعتبار المشاكل اللي بقى موجوده عندنا اللي هي الكهرباء بتنقطع، الثلاجه بيبقى فيها اكتر من لقاح، وبالتالي يعني الموزع او اللي بيبيع اللقاح نفسه ممكن يفتح الثلاجه في اليوم اكتر من مره علشان يدي، وهكذا. يعني في عوامل كثيره قوي زي ما حضرتك اشرت، نحل المشكله والمعضله دي ازاي؟ نتعامل ازاي كمربي بسيط عايز يدي لقاح بشكل مظبوط ويحصل على نتيجه المرجوه للقطعان بتاعته؟ طبعا سؤال مهم جدا، سؤال حضرتك وسؤال الاخ اللي سال. بس هي المشكله عندنا تنبع يعني من الاساس من هنا، الضمير. الضمير هيخلي اي حد لو يعني المفروض ان هو يبقى حاجز ومانع لكل المهاترات وكل الإهمال وكل الكسب غير المشروع في هذه الصناعة. على سبيل المثال، المفروض أن أنا أنتقي المصدر اللي هشتري منه اللقاح، لأن اللقاح ده أهم حاجة في صناعة الدواجن، يعني أهم من المضاد الحيوي. ليه؟ المضاد الحيوي يحتمل أن أنا أخزنه في درجة حرارة توصل ل 35 مفيش مشكلة، لكن اللقاح الحي لو طلع بره التلاجة لمدة 4 ساعات في درجة حرارة أكتر من 15 هيبوظ. أنا بتكلم على منتج بيولوجي، فبالتالي فليس هناك من رقيب إلا الله ثم الضمير على الناس اللي بتشتغل في الصناعة. لكن أنا طيب أنا أعمل إيه؟ أيوة. أنا أعمل إيه كمربي؟ أولاً بحاول بقدر الإمكان أشتري اللقاحات بتاعتي إن لم يكن من الشركة مباشرة فمن مصدر معروف بأمانته وبالتزامه بتطبيق المواصفات الجيدة في حفظ وتداول اللقاحات، يكون في مدينة كبيرة، ما يكونش مثلاً لما أخذ في عزبة أو في ناجع الكهرباء بتقطع أكتر ما بتيجي، عشان أضمن أن اللقاح يوصل للفراخ في تمام العيارية بتاعته اللي هي مطلوبة، وإلا تصبح عملية التحصيل هباء منثورا. أنا كمربي صغير جاي لي مندوبين وبيدوني أسعار تعتبر مميزة جدا مقارنة بشركات أخرى، فأنا بين نارين. يعني حضرتك كده بتقول لا انسى الفلوس ده خالص وفكر المصدر منين؟ فكر في المصدر. في حد من الزملاء يحب يشاركنا الحوار؟ دكتور في يعني سعادتك، إلى متى سنظل نعمل في حلقة مفرغة يا دكتور هاني نحصن ضد سلالات فيروسية وندخل في سلالات جديدة كل فترة ويظل الوضع كما هو عليه في المزارع، يعني المزارع الدواجن تحت رحمة الأمراض من آن لآخر؟ يعني بمعنى آخر، هل هنظل في ضيلمة التحصين فوريفر؟ وسعادتك أستاذ فاضل عميد كلية طب بيطري سابق، عضو في جمعية علمية متميزة جدا جدا، متى يعني يحين الوقت إلى أن احنا نتخلص حتى من فيروس علشان نقول ندور على اللي بعده وهكذا؟ هل سنظل في هذه الحلقة المفرغة فوريفر؟ تمام. أنا قبل بس ما أجاوب مباشرة كدكتور بيطري أو كأستاذ أمراض دواجن، عايز أقول الكوفيد 19 أو الكورونا أول ما نزلت، أول ما أصابت العالم بالعترة الأصلية بتاعتها، وبعدين بعد كده طلع أوميكرون، وبعد كده تحول منها بي مش عارف 2
فاذا احنا بنتعامل مع الدواجن المعرضه للاصابات الفيروسيه، وهذه الفيروسات مش متفرده في كونها مش هتتغير او مش هيحصل منها فيها طفرات، هي فيروسات سواء كانت دواجن سواء كانت بشري، هي فيروسات في الاول وفي الاخر. من اهم صفات الفيروسات هو التحور والتغير. صح. دي حاجه. طيب احنا بالنسبه لنا هل سنظل في هذه الدايليما؟ نعم، طالما لم نلتزم كمربيين بالبايو سيكيورتي، وان احنا الفراخ اللي تموت عندنا ندفنها في الارض او نحرقها ولا ما نرميهاش في الشارع او ما نرميهاش على الطريق، ونراعي كل اشتراطات الامان الحيوي داخل خارج المزارع. داخل المزارع كلنا عارفين ايه اشتراطات الامان الحيوي، وخارج المزارع عن طريق ان احنا ما نلاقيش مزرعه بيننا وبينها 50 متر ونربي في هذا المحيط، او ان احنا يبقى عندنا في المزرعه العامل اللي يربي له فراخ اساسا. انا دخلت مزارع بياض ارضي بتربي في كميات كبيره 20 و30 ألف، يعني نسبيا مش كبيره قوي لكن بالنسبه للارضي، والعامل بيسكن هو واسرته في غرفه وجنبيه غرفه بيربي فيها رومي وبط وفراخ. طيب هل يعقل هذا؟ اذا نشر الثقافه والعلم جزء اصيل في اللي احنا بنتكلم عنه ده، يعني تخلص من المشكله دي لابد ان الناس تبقى فاهمه ماهيه المرض بيجي ازاي وايه دور الامن الحيوي في هذه برضه في هذا المجال. مش عايز انسى ان احنا في الفتره الاخيره الاسبوعين ثلاثه الاخيره شفنا مربين كتير جدا يبكون على النت، مصورين نفسهم في افلام في فيديوهات يبكون نتيجه لان الفراخ ماتت كلها. معظم الناس دي ما كانش بيحصن، ما حقنش الفراخ ضد الانفلونزا ولا ضد النيوكاسل ولا حصن اي بي. فبالتالي يا جماعه يعني نصيحه تمس الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهارده هو التحصينات. الرجاء من كل مربي حتى لو بيربي له 500 كتكوت يلتزم ببرنامج التحصين اللي بينصح به الاطباء البيطريين، يحقن الفراخ ضد الانفلونزا، يحقن الفراخ ضد النيوكاسل باللقاحات الميتة بجانب اللقاحات الحية للنيوكاسل والآي بي والجمهور وخير. دكتور في سؤال ثاني. أستاذ علاء معانا. أستاذ علاء حضرتك افتح المايك. أستاذ علاء السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية على المحاضرة الجميلة، محاضرة كانت مفيدة ورائعة جدا. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم وجعل الله ميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. يا ريس أنا عندنا نحن هنا مزارع الدواجن، طبعا أنا في السعودية عندنا مزارع الدواجن جنب المنة بعيد 50 متر، مزرعة أشجار، فيها أشجار وفيها طيور وفيها مشكل طيور مشكلة. المختصر أنه المزرعة اللي عندي مثلا قد ما حصنتها ضد الـ H9 اللي هو العترة مخافضة الضراوة، يعني على أقصى ما تستطيع أخذت أمن حيوي، على أقصى ما تستطيع أنك تعطي تحصينات للـ H9 تمام؟ المرض بخش المزرعة على أقصى ما تستطيع أمن حيوي ورش وتعقيم و و و و كله، وعلى أقصى ما تعطي لقاح الأنفلونزا اللي هو H9، ومع كده بخش المرض اللي بصمته في المزرعة. تمام. السلام عليكم أستاذ علاء. وعليكم السلام. أهلين دكتور، سلامات، تحياتي. الله يخليك. أولا يعني شرفنا بوجود حضرتك من السعودية، دي حاجة جميلة يعني إن شاركنا فيها أخوة عرب من كافة البلاد العربية. عايز أقول لحضرتك هي المزرعة تسمين ولا صيصان؟ لا أمهات.
امهات في مشكله والله. طب هي المزرعه نظام مغلق ولا كلوز سيستم؟ مغلق 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 يا ريس، مغلق مغلق. طيب ما فيش اي فرصه للتخلص من الاشجار دي؟ والله يا ريس دي اجدال الدوله تقريبا، اجدال الدوله مستحيل ده، يعني عملنا كافه الوسائل قال لك لا حاجه مش بتاعتكم مالكش دعوه فيها. طيب على الاقل مثلا محيط الاشجار ديت ممكن يترش بمطهرات من وقت للتاني؟ والله يا ريس انا عملت مرشات حوالي العناجر، وانا اصلي يعني اهلي مزارعين وكده، فهم بيشتغلوا في المرشات. انا سويت دائره من دائره العنابه مرشات، اقل حاجه مرشات يوميا بنرش فورمالين، واخر النهار بنرش فورمالين، ومع كده المرض له بصمته، الاتش 9 له بصمته، مع كل حاجه، مع التطهير والتعقيم، وما خلينا حاجه. واللقاحات اللي بتنعطى، يعني اللقاحات الاتش 9 ما في اي جدوى. فنحن من هالمنتدى هذا او من هالمحاضره هي يعني عسى ولعل انه ناخذ معلومه منكم عن اي شيء ممكن يفيدنا بهالموضوع هذا. طيب انا بس عايز يعني اوسع دائره الاهتمام بتاع حضرتك من اتش 9 لنيوكاسل واتش 5 كمان. يعني طبعا معروف خطوره الاتش 9 ومعروف اللي هي بتاثر على انتاج البيض في الامهات والكلام ده كله، لكن الطيور المهاجره ديت زي ما بتلقن الـ H9 بتلقن الـ Newcastle والـ H5 واللي هم زي ما حضرتك عارف أخطر بكتير من الـ H9. بمعنى لو أنا التزمت في اللقاحات بتاعتي بالـ H9 ممكن إن أنا إيه يعني أحصن في تربية الأمهات 4 مرات. لو أنت متأكد إن المشكلة مشكلة H9 فقط، إحنا ممكن نزود لقاحات الـ H9 إلى 4 مرات، لكن مع عدم يا ريس والله 4 مرات يا ريس والله 4 مرات 4 مرات. النيوكاسل والاتش 5 برضه نفس العدد او اكثر؟ والله يا ريس لا، ما فيش نيوكاسل لا ما فيش نيوكاسل ولا اتش 5. لا لازم، لان الطيور المهاجره بتنقل، يعني انت ما بتحصلش نيوكاسل ولا اتش 5. لا هي مش موضوع طيور مهاجره، هي طيور مستوطنه في المكان. طيب الطيور المستوطنه ومنها الحمام او غيره او اليمام او اي نوع؟ ايوه الحمام، الحمام والنمام والعصافير ويعني كده، يعني كل الطيور، كل جميع انواع الطيور مشكل يا استاذ علاء واسع. الحمام من اخطر ناقلي النيوكاسل، الحمام بيجي له اكثر من 7 انواع من فيروس. يعني في حاجة اسمها باراميكزو ده قريب الصلة بالنيوكاسل، ويصاب بالنيوكاسل بأنواع مختلفة. فزي ما حضرتك بتركز على الـ H9، أنا متأكد إن الحمام ناقل رهيب للنيوكاسل، خصوصا جينو تايب 7 أو جينو تايب 4 القديم، بالإضافة لبرضو يعني الـ H5. ما اعرفش انتوا بتحصنوا في السعوديه H5 ولا لا، لكن على الاقل H5 ما فيش كمان. طيب على الاقل النيوكاسل، يعني اهتم بتحصيلات. انا ما عنديش مشكله مع اي الامراض دي كلها، مش باينه الـ H9 هو الوحيد اللي واضع بصمته ولا اي حاجه باينه. طيب بيعمل نافع ولا بيعمل نافع ولا بيهز الانتاج؟ لا 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 ما بيعملش نافع، بس هو بيخش المزرعه، هو بيخش المزرعه طبعا، الا ما يكون يعني ياثر على المزرعه بطريقه او اخرى بشكل نحن ما بنلاحظه. لكن يعني انه طريقه الدخول مع كل الامن الحيوي اللي بنتبعه، مع كل اللقاحات اللي نحن بنسويها، مع كل الشيء اللي نحن بنعمله، مع كده بيخش. فنحن يعني طيب في اي حل نحن نستطيع. هقول لحضرتك حاجه، بقدر الامكان بدام المزرعه نظام مغلق، حاول في دوره الميه، عارف دورة المية بتاعت اللي هي ايه الفنتيليشن باد، اللي هي ها اللي هو بيسموها ايه اللي هي بيخش منها الهواء، خلايا التبريد. خلايا التبريد. يا ريس حط في دورة المية بتاعت خلايا التبريد مطهر،
يوميا حط مطهر في خلايا التبريد، ده هيقلل لك المشكلة إلى حد كبير إن شاء الله. ما فيش مشكلة يا رئيس، ربنا يبارك فيك. يعني تحط بس تحط حاجة من المطهرات الآمنة، يعني مش عايزين نقول أسامي تجارية، لكن ممكن أقول اللي هي فيها مركبات الأمونيوم الرباعية، أو يعني ما تحطش فورمالين وما تحطش ديتول أو فينيك، لكن ممكن تحط أي مركبات تانية عديمة الرائحة وليس لها سمية عالية. بيركون إس، بيركون إس. يعني من الحاجات ديت. وهنستمر هنستمر فيها موال طويل. هي هتكون مكلفة جدا، العملية دي مكلفة جدا يا ريس. جربها ولو ادت معاك نتيجة ممكن تقننها، يعني ممكن تحط يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، لأن لها بقايا هتبقى شغالة في اليوم اللي انت ما بتحطهاش فيه، ما دام المية هي. انا مش بقول لحضرتك غير المية، المية هتبقى ثابتة، وانت هتحط كمية من المطهر مرة، وممكن توصل بيها مرة كل اسبوع، مش لازم كل يوم. نعم. يعني ممكن تقلل تحدي كبير دخول الفيروسات المزرعة. شكرا يا ريس، الله يعطيك العافية، شكرا لجهودكم، بارك الله فيكم. سعادة جدا بوجودك معنا يا أستاذ علي. مين تاني معنا على البث الحي؟ دكتورة أمال، حضرتك افتحي المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دكتورة أمال عيد. أولاً بشكر أستاذنا الدكتور هاني اللقاني على المحاضرة القيمة ديت، بشكر الجمعية على التعاون مع دلتا فيت، وبشكر دكتور طه. بصراحة أنا سعيدة ومستمتعة جداً يا دكتور هاني من أول السيشن وأنا مع حضرتك. وإحنا يعني دايماً متعودين من حضرتك على الحاجات القيمة والمحترمة، ودي سيرفيس محترمة جداً من كل المشاركين، أنا بتمنها جداً. بحب دايما أكون مواكبة مع حضراتكم، وفعلا الحاجات دي بتعمل تذكير للأطباء البيطريين والمربيين، وبتعمل ريفريشمنت. في نقطة برضو أنا يمكن يعني تسمح لي مع مداخلة مع دكتور أستاذ علاء اللي كان بيتكلم عن المشكلة اللي عنده بتاعة الوايلد بيرد، وإزاي إن هي بتكون ريسك على مزرعة عنده. هو في نقطتين مهمين قوي، يعني أنا بأكد على كلام سيادتك إن في أمراض مهمة جدا ممكن تكون هي اللي بتأثر وتعمله مشاكل، زي نيوكاسل أهمهم زي ما سيادتك تفضلت، وفعلا بيتنقلوا بالفري ليفنج بيرد. بس أنا من الحوار ما فهمتش حجم المشكلة اللي عند الأستاذ علاء إزاي، ده رقم واحد. هل هي إنتاجية بيض؟ اللي أنا فهمه يا دكتورة إن هو يعني ما عندوش مشكلة كبيرة، هو كل اللي مضايقه إن كل مثلا ما بيدور يلاقي الاتش لاين، وهو عامل كل فده مضايقه. وأنا تقريبا اللي أنا فهمته إن هو بيبعت عينات المعمل دايما، العمل يديله بوزيتيف اتش لاين رغم إن هو محصن للاتش لاين. يعني أنا بقول لو هو محصل الـ H9 بالتوازي، لازم يتأكد من إن الأجسام المناعية بتاعة الـ H9 أوكي. وهنا الشيدنج وارد يا دكتور، يمكن الدكتور هاني هيبقى يعني عارف كده كويس قوي، إن مش دايما الفاكسين بيمنع الشيدنج، ولكن أدام الطيور بخير، وأنا كده هي بس دليل على الأمان الحيوي فقط، إن دايما عندي تشالنج فيروس داخلي من بره. لكن هي أدام مش عنده مشكلة، هو يدور على الأمان الحيوي ومن ناحية التطهير زي ما تفضل أستاذنا الدكتور هاني، ويحاول إن هو يعمل ريستريكشن على الموفمنت، ويراقب بقى الأجسام المناعية، ويشوف إذا كانت حالة الطيور أوكي هو هيحافظ على الأمان الحيوي، والدنيا هتمشي معاه كويسة وما يقلقش تماما ما دام هو محافظ على الأمان الحيوي. أنا طبعا سعيدة جدا إن أنا معاكم، وكنت بس واخدة فرصة إن أنا أشكركم وأرحب بيكم كلكم. يعني إحنا بنشكر حضرتك يا دكتورة أمال، حضرتك يعني نورتينا، وطب بيطري الزقازيق قسم أمراض دواجن والأرانب منورنا في شخصية حضرتك. دايما حضرتك متفاعلة وبترفعي من روحنا المعنوية، و لا العفو يا دكتور، العفو، بتشتري أي نقاش مجدي تشتركي فيه حضرتك، حاجة محترم.
الله يخليك، حاجه محترمه وربنا يبارك فيكم. وده اللي احنا متعودين على طول يا دكتور هاني، من حضرتك والدكتور طه والدكتور مجدي، دايما احنا متعودين الحدث بيبقى قيم ومحترم ومفيد بالصراحه. الله يخليك يا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور، شرفتينا دايما، نسعد بوجود حضرتك معانا باستمرار. الله يبارك في حضرتك يا فندم. الله يبارك في حضرتك. دكتور احمد يوسف السعودي. دكتور احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا انا زعلان يا دكتور احمد، يعني مفتقدينك معانا. الله يعزك معانا دكتور طه يا رب. انا ليا الشرف بشده بالموسم الرائق المتجدد من حضراتكم كلكم، وطبعا يعني معالي العميد واستاذنا واستاذ الكل ربي يحفظه دكتور هاني. دايما يا معالي الدكتور بكامل يعني العلم والمعلومات القيمة من سعادتك للجميع. ودكتور طه تغمرني أمر، يعني لي الشرف أنا متابع كل اللقاءات، والله يا ربي يعزك ويرفع قدرك. وبنسعد دايما يعني طيورنا المهاجرة أنهم يكونوا دايما موجودين معانا عشان نسعد بيهم، وإحنا بنتكلم على تبادل خبرات، فيهمنا جدا جدا أنكم تدلوا بدلوكم في هذا المنتدى على أساس يعني تعم الفائدة على الجميع بإذن الله. الله يخليك يا معالي الدكتور يا رب، لينا الشرف دايما يا فندم، ربي يعزك ويرفع قدرك. يا دكتور هاني كنت بستسمح معليك في نقطتين. اولا شكرا للبرزنتيشن الرائع، ربي يعزك ويرفع قدرك، والشكر طبعا موصول للجمعيه ولدلتا فيت سنتر. كنت بستسمح معليك يا دكتورنا، هو في سؤالين، الاولاني خاص بالمايكوبلازما. زي يعني ما ساعدتك يعني علمتنا وعارفين انه الفينوتيبك والجينوتيبك فاريشن بتاع الاسترنات بتاعت المايكوبلازما عالية، كنت بستسمحك انا النهاردة لو بحصن الامهات بالاخص ضد المايكوبلازما، يا ترى اولا استخدم لايف من وجهه نظر معاليك، ولا استخدم البكترين فاكسينز الافيلابل، ولا استخدم ميكسينج من الاثنين؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه بستسمحك، ازاي اضمن مع الوقت ان ما يحصلش باك تو فيريولانس، خاصه ان كنا يعني سمعنا مؤخرا ان في بعض حالات من الفيرتيكال ترانسميشن ل الفاكسين سترينز بالفعل يعني حصل لها ريكوردينج. دي اول نقطه بس تسمح معليك فيها. النقطه الثانيه لو اذنت لي مساله الميكسينج بتاع الديفرنت انتيبايوتكس، لو هعمل فوكس او سبيشالي اللينكوسبكتين انتيبايوتيك، لو انا هعمله ميكسينج مع الريكومبيننت فاكسين بالاخص الفاكسيتيك، حضرتك بتؤيد حاجه زي كده؟ وشكرا لوقت سيادتك. الله يخليك. في الاول طبعا برحب بالدكتور احمد يوسف على مشاركته. دكتور احمد معروف طبعا بنشاطاته، نماذج جميله بصراحه. طبعا زي ما قال الدكتور طه، من الطيور المهاجره الناجحه بره، ولها صوت يعني مؤثر في الصناعه، ودايما بيشتغل عشان ينفع زملائه الأطباء البيطريين. فشكرا لحضرتك، وشكرا لموقع فداوي فور بولتري يعني لإصراره والاشتراك الإيجابي المتواصل. أعزكم الرحمن يا معالي الدكتور، يعني شهادات حضرتك وشهادة سيادتك تاج فوق الرأس، والله ربي يعزك يا رب. بالنسبة للنقطة الأولانية، هل ان لقاحات المايكوبلازما الحيه هتعمل ريفيرجن تو فيريولانس؟ لا لا. ليه؟ لانه الفاكسين سواء بجميع العترات بتاعته هايلي ستيبل سترينز، يعني في دراسات اجريت على التغيرات الجينيه بتاعه الفاكسين، الفاكسينال سترينز المعزوله بعد التحصين على فترات مختلفه، يعني هم اساسا بيتميزوا من ان هم ايه ستيبل جينيتيكالي ستيبل. لكن نيجي بقى للنقطه الثانيه اللي هي موضوع الفيرتيكال ترانسميشن. الفيرتيكال ترانسميشن ده لو حصل بيحصل بنسبه اقل من 2%، يعني هو بحث واحد بس اللي قال ان هي 2.6%،
لكن معظم الابحاث اتكلمت على ان هي يعني اقل من 2%. دي حقيقه ما انا مش هننكرها لان دي مثبته ومنشوره علميا في اعلى المجلات، لكن يعني بتحصل. طيب انا بالنسبه للسؤال اللي بعد كده، هل انه الافضل الكيلد انكتيفيتد او الاويل انكتيفيتد فاكسين ولا الليفينج فاكسين بالنسبه للام جي؟ دكتور انت حضرتك طبعا يعني زميل فاضل وعارف انه الكيلد فاكسين ما بيدينيش لوكال اميونيتي خالص. نعم. والميكوبلازما اساسا ما بتخشش الدم، يعني الميكوبلازما اساسا بكتيريا بنقول عليها سيرفس اورجانيزم، سيرفس بكتيريا بتعيش على السيليتد ايبيثيليوم، السيليتد ايبيثيليوم سواء في التراكيا او في الاوفيدكت، فهي نون انفيزيف اورجانيزم بتعيش على السيرفس في المداخل بتاعه الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي للفيميلز، وبالتالي فاللي يهمني عشان اعمل بروتكشن ضدها ان انا اعمل مناعه موضعيه قويه في هذين المكانين اللي هم السيليتد ايبيثيليوم بتاع ريسبيراتوري تراكيا والاوفيدكت. ده لا يتحقق الا خصوصا في الاوفيدكت الا باللقاح الحي. يمكن في الاوفيدكت ممكن اللقاح الميت يديني مناعه كويسه في الاوفيدكت، وبالتالي الكومباينيشن لو انت عايز تعتمد على الفاكسينيشن يبقى الكومباينيشن ما بين اللايف والكيلد فاكسين بتاع الميكوبلازما يبقى ده احسن تشويس. بس ناخد في الاعتبار ان احنا ندي الاول اللايف فاكسين على 8 اسابيع مثلا ونفوز شهرين وندي الكيلد فاكسين يعني بعدها ب 8 اسابيع تانيين على 16 اسبوع بالنسبه للامهات او البياض الكيلد فاكسين. هل التحميل اللي عليه يعني التحميل على الذاكره بيكون عن فكره اهم كتير عليه تقريبا في صوت داخل معانا انا اسف. انا يبقى اذا ندي لو انت عايز تاخد خيار التشويس بتاع الفاكسينيشن للميكوبلازما يبقى ندي الحي على 8 اسابيع او 7 اسابيع وندي الانكتيفيتد فاكسين مره واحده. وخلي بالك ده بيحقق القاعده العلميه انك ما تديش فاكسين كيلد فاكسين غير بعد ما تدي لايف فاكسين الاول وبعدين ندي فاكسين، وعشان ما يحصلش نيوتراليزيشن برضه للانتيبوديز بتاعه الليفنج فاكسين على طول. تمام. بالنسبه لجزئيه الميكسينج بتاع الجمبورو الريكومبيننت مع لينكوزبكتين، لا انا اخشى من هذا الميكسينج، انا شخصيا اخشى جدا. دكتور احمد احنا بنقول لما بتحل الريكومبيننت فاكسين بتاع الفاكستيك او بتاع اي ريكومبيننت بيبقى محفوظ ماينس 196 صح؟ نعم. طيب لما بنحل ايوه في الليكويد لما بنحله نتوخى الحذر ان احنا يعني لدرجه ان هو لشده الفراجيليتي بتاعته ان هو فيري سنسيتيف سواء للحراره سواء وبالتالي للكيميكال لان ده سيل اسوشيتد فيري ويك وبيبقى داخل الخلايا وبيبقى فيري سنسيتبل لاي كيميكال او اي بي اتش على الاحرى البي اتش ودرجه الحراره. فانا اخشى ان الدايليوشن او الديسولفنج بتاع اللينكوزبكتين ككيميكال كانتي بايوتيك وهو برضو معاه مواد مذيبه ومواد حامله لها سبيسيفيك بي اتش، فلما بيتحط على الفيري ويك فاكسين اللي هو ريكومبيننت محطوط في ماينس 196 معناه انه فيري ويك، لما بيتخلط معاه انا متاكد ان هيبقى له افكت على الفايابيليتي وعلى الافيكاسي بتاع هذا الفاكسين. وده اللي حصل يا استاذنا بالفعل. بس انا حبيت استزيد علميا من سعادتك، بس ده اللي حصل للاسف في الفيلد، وللاسف الشديد المزرعه دي فعلا اتصابت.
وكنت حابب ان انا اتشرف اني استفاد علميا من سعادتك، ده في المقام الاول. النقطة الثانية، بعد ما اسمع رأي سعادتك ورأي سعادتك حضرتك عارف بالنسبة لي فيصل، اطرح اللي حصل فعلا حاليا عشان الكل يستفاد بزيادة. ان مسألة يعني زي ما سعادتك تفضلت وما فيش كلام اصلا بعد كلام سعادتك، لكن انا ليه الشرف بتكرار كلام سعادتك لا اكتر ولا اقل. ان مسألة الفراجيل بتاعة الفاكستيك او الريكومبيننت فاكسين عامة ايا كان نوعه، ومسألة الحفاظ على البي اتش، ومسألة ان انا خلال يعني 90 سكند بحد اقصى على الووتر باس اللي هو لا يتجاوز ال 27 الى 29 سيليزياس تمبريتشر بتاعته، يعني المفترض ان هو بسرعه البرق بالبلدي كده يدخل جوه المذيب بتاعه او الديليوانت اللي نازل من الشركه يليها الطير. فانا النهارده لو تدخلت باي يعني كيميكالز او اي انتيبيوتكس او غيره، ما خلاص اللقاح فسد وارجع اقول المزرعه اتصابت وخسرت ثمن لقاح، ويعني انا اسف ابتدعت بدعه عجيبه الشكل. فلو معليك يا دكتورنا يعني توجه ايضا للنقطه دي من خلال خبرتك العميقه في مساله الـ يعني الاستخدام على الفاضي والمليان للانتي بايوتكس، يعني نكون عاجزين عن الشكر المعليك. شكرا لوقتك يا دكتور، شكرا لسعادتك يا دكتور طه، وارجو ان ما اكونش يعني ضيف تقيل في بالعكس حضرتك افدتنا، حضرتك افدتنا اسعدتنا جدا دكتور احمد، وبشكرك جدا على المداخله القيمه. وبس اسمحك تكتب الواتس بتاعك على الشات برضه على رايك. باكد بنتهز الفرصه، باكد على كلام الدكتور احمد يوسف انه لا يحبذ ولا يستحب مطلقا ان انا اضيف اي انتيبيوتيك من دماغي على اللقاحات، خصوصا اللقاحات اللي هي هايلي فراجايل وهايلي سنسيتيف لاي بي اتش او لاي درجه حراره غير المعروف عنها، لان ده قد يؤدي الى فساد اللقاح واصابه المزرعه بكوارث. وزي ما اكد الدكتور احمد ان هو في الحاله ديت بعد ما دوبهم مضاد حيوي على اللقاح فسد اللقاح ودخل البنبور، واكيد البنبور لما بيخش على البياض يعني اعتقد ان هي بياض لان هو بيتكلم على الباكستيك، يعني البياض هايلي سنسيتيف، لما بيخش البنبور على البياض يعني اقل واجب بياخد له 20-30% نافع. الشيء يذكر في دكتور احمد السليمي يقول هناك بعض المشرفين يقومون باعطاء مضاد حيوي مع التحصين خصوصا الحقن، هل هذا صحيح ام لا؟ يعني احنا بنتكلم في نفس الموضوع بس بنتكلم على التحصين عموما بقى مش شركات. طيب انا عايز برضو اوضح كلام الدكتور احمد، انه احمد السليمي هو كلامك بينطبق على حالتين يا دكتور احمد. اولا في ناس بتخلط لقاحات النيوكاسل الحيه مع المضادات الحيويه لعلاج السي سي ار دي، وفي ناس تانية بتخلط المضاد الحيوي مع اللقاح الميت الزيتي بتاع النيوكاسل او بتاع الانفلونزا. هنفرق بين الاثنين. الوضع الاولاني اللي هو بيحط المضاد، بيحط لقاح اللاسوتا او الكولون او الهيتشنر او واتيفر لقاحات النيوكاسل الحيه مع حقنه البرد، سواء كانت لينكوسبكتين، سواء كانت ستريبتومايسين، سواء كانت اي نوع من انواع المضادات الحيويه اللي بتحقن البرد، تاكد 100% ان اللقاح هيموت في التو واللحظه. لان بعض المضادات الحيويه زي الستريبتومايسين في غالب الاحيان بيصاحب ذوبانه تفاعل طارد للحراره، يعني المحلول بيسخن لدرجه انك انت بتحس بالسخونيه في ايدك. اعتقد لو اللقاح ما ماتش من تغيير البي اتش هيموت من الحراره. لكن الفكره في ايه؟ قد تكون الفكره احيانا انه اللقاح لما بيموت بيفضل المكونات بتاعه الفيروس، يعني الفيروس مش هيتكاثر، لكن مكونات الفيروس من هيم اجلوتينينز ونيورامينيديز اللي هو الاتش ان انتيجين، او ممكن يكون في حاله النيوكاسل طبعا، او ممكن يكون اي بروتين تاني داخل الفيروس بيظل
موجود في الحقنة، ويمكن ده اللي بيروح يتفاعل شوية ويحفز الجهاز المناعي على إنتاج بعض الأجسام المضادة. لكن الفيروس مش هتنتظر منه بالشكل ده النتيجة المرجوة، عن لو كنت أنت اديته تقطير في العين أو رش أو حتى في مية الشرب. واخد بال حضرتك من الفكرة؟ الفيروس هيموت، لكن كأنك أنت بتحقن فيروس ميت. ممكن يديك بعض الأنتيبوديز، لكن هو مش هيديني، مش هيبقى emergency vaccination يعني. دي حاجة. بالنسبة للحالة الثانية إن هو بيحط المضاد الحيوي بقى على اللقاح الزيتي، أعتقد دي ما فيهاش مشكلة. يعني كل المشكلة اللي أنا خايف على المضاد الحيوي إنه يتكسر من الزيت بتاع اللقاح الميت، لأن كده كده اللقاح ده ميت، فمش هيحصل له حاجة نتيجة إضافة المضاد الحيوي. لكن ممكن المضاد الحيوي ما يشتغلش، دي الفكرة. ولو اشتغل خير وبركة، لو ما اشتغلش يبقى احنا خسرنا ثمن المضاد الحيوي. لكن أنا شخصيا ما بحبس بصراحة الفكرتين يعني. في سؤال يا دكتور، بوضح أكثر فكرة الانترلايزيشن تحصلات الحي والميت زي نيوكاسل والجمهور، وإيه دورتها خصوصا في البلد من التحصيل كلها مضبوطة ومش في يعني فرصة التواصل بين مصر. تمام. وبس عايز اوضح نقطه، ان انا لما قلت ما تعملش ميكسينج للقاحين مع بعض من نفسك، كنت اقصد على وجه التحديد نيوكاسل والاي بي، ما قلتش الجمبورو. لو حتى رجعنا للتسجيل ما جبتش سيره الجمبورو، لكن في ناس كتير جدا بتستخدم الجمبورو مع نيوكاسل او مع الاي بي، لان الاثنين الجمبورو ومع نيوكاسل او الاي بي ما فيش تداخل بينهم، لأن ده بيشتغل على ريسبتورز وخلايا معينة، وده بيشتغل على حاجة تانية خالص. لكن أنا بتكلم على نيوكاسل والآي بي، ما ينفعش إن أنا أجيب أمبول من ده وده وأخلطهم، مش هيحصل نيوتراليزيشن، ده هيحصل كومبيتيشن على الريسبتورز اللي هي واحدة في الاثنين بتاعة الخلايا التنفسية، الريسبتورز بتاعة الآي بي فيروس إنفكشن برونكايتس هي نفس الريسبتورز بتاعة نيوكاسل، لكن الاي بي فيروس بيسبق النيوكاسل وبيبقى انشط منه انه يحتل الريسبتورز، فالنيوكاسل فاكسين فيروس مش هيعرف يشتغل لو انا خلطتهم مع بعض. مش نيوتراليزيشن، ده كومبيتيشن على الريسبتورز. لكن الجمبور والنيوكاسل ما فيش مشكله، لان ده بيشتغل على البيرسا والليمفوسايت، وده بيشتغل على الريسبيراتوري سيلز، ما فيش اي تضارب. دكتور احمد محمد، حضرتك ممكن تفتح المايك تفضل معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور هاني. مرحبا اهلا وسهلا دكتور احمد. احمد عباس دكتور هاني. يا اهلا وسهلا دكتور احمد. يعني جزاك الله كل خير يا استاذنا الغالي على المحاضره القيمه دي، ربنا ينفع بيك يا رب ان شاء الله. الله يخليك دكتور احمد، شكرا جزيلا. دكتور هاني، كنت بستأذن حضرتك بالنسبة لتحسين المايكوبلازما، الأفضل للتحسين ولا نشتغل على الأنتي مايكوبلازما لدرجز؟ تمام. والجواب متروك لصاحب العنبر، لأنه صاحب القطيع، لأنه ما نقدرش نقول لك إن التحسين جيد في كل الأحوال. ليه؟ لأنه أحياناً بتبقى إصابة الميكوبلازما خفيفة في القطيع أو في المكان، وبالتالي ممكن اللقاح يكون زي جدول. لكن لو إصابة الميكوبلازما شديدة، الأمهات من وهي في عمر صغير شايلة الميكوبلازما، أو إن هي اتصابت بالميكوبلازما من المزرعة عن طريق horizontal infection، وفي repeat exposure للميكوبلازما، سواء بسبب إن البيوسيكوريتي مش كافية، أو إن في multiple age في المزرعة دي زي في البياض، أو إن في مزارع تسمين أو مزارع بياض أو أمهات أخرى بالقرب من قطيع الأمهات ده
او البياض يعني في ريسك عالي من الميكوبلازما. فاعتقد انه في الحاله ديت الانتيبايوتيك هيبقى مور افكتيف لانه هيحصل ري اكسبوجر على اعمار اللي هي 40 اسبوع، وبالتالي هتضطر تدي انتيبايوتيك وبالتالي هتكسر الافكت بتاع الفاكسين. لكن لو المزرعه معزوله والقطعان نظيفه من الميكوبلازما فاعتقد انه الفاكسين هيشتغل هيؤدي بكفاءه عاليه جدا. فالامر متروك، الامر فاريبل على حسب السيتويشن. تمام دكتورنا الفاضل. طب وبالنسبه لتحسين الكوكسيديا، الافضل في المعمل ولا العمر 4 ايام، وخصوصا يعني عشان الانزيمز طبعا بتكون لسه ما اكتملتش في عمر الكتكوت؟ يعني هو التحصين في عمر في المعمل في عمر يوم اكفأ لو كانت المزرعه موجوده بالكوكسيديا، لكن لو المزرعه نظيفه وده اللي احنا بنعمله مع الامهات، يعني معظم الامهات بنحصنها في المزرعه، او معظم تحصينات الكوكسيديا اللي موجوده عندنا في مصر بتتم في المزرعه قبل عمر 4 ايام وبتدي نتائج مبهره، والقطيع بيظل ريزيستنت للكوكسيديا لغايه، طبعا انت عارف حضرتك ان هو لغايه 100-140 ماكسيمم يوم يعني. والقطعان معظم القطعان اللي بتتحصن في المزرعه سواء ثاني يوم او ثالث يوم بتدي نتائج جيده جدا، مش لكن في بعض الشركات بتدي ريكومنديشن للقاحات بتاعتها ان هي تتعطى رش في المعمل، فاحنا ما نقدرش نخالف التعليمات بتاعه الشركه، لكن لو انت سبت لي الاختيار انا اعتقد ان هو في المزرعه هيبقى افضل يعني. طب والميثود اوف ابلكيشن يا دكتور؟ لا ميثود اوف ابلكيشن زي ما حضرتك عارف دكتور احمد بتختلف على حسب كل لقاح، يعني اللقاحات باساميها التجاريه كلها، يعني شركه بتنزل لك اللقاح بتقول لك ده حطه في العلف، شركه تانية تقول لك لا ده ممكن تقطره وممكن حتى تضيف ميه الشرب. لكن انا اعتقد ان التحصين لو انا ليا الاختيار وفي لقاح معين ممكن تستعمله عن طريق ميه الشرب او التقطير او العلف، لا انا هستبعد ميه الشرب اخليها اخر اختيار نتيجه لطبيعه حويصلات الكوكسيديا تقيله وبترسب في السقايات، فممكن الفراخ لو حطيت لها اللقاح في ميه ده لان ده مش لقاح فيروسي خفيف، لا ده لقاح كوكسيديا، لقاح الكوكسيديا تقيل فبيترسب في السقايات خصوصا لو تاخر شرب الكتاكيت له بعد ساعتين هيترسب. عشان كده زمان لما كنا بنحصن الامهات وهي كتاكيت عن طريق الرش في العلف، الدكتور اللي جاي من الشركه معاه البامب كل شويه يعمل ميكسنج عن طريق البامب، بيعمل ميكسنج ليه؟ لان الاوسيست بتترسب تحت في المزيب، فبيعمل ميكسنج عشان يعمل ريديستريبيوشن ليها في كل البلك ويرشها. فتحسين في الميه اخر خيار او اخر تشويس. تمام دكتورنا الفاضل ربنا يبارك في حضرتك يعني يا رب. بالنسبه كان سؤال الدكتور احمد يوسف على اللي هو الفيكتور فاكسين والانتيبيوتيك اللي هو ممكن يتعاطى معاها، طبعا هو في ريكومنديشن طبعا للشركات بتبقى بانتيبيوتيك معين، بس في سلوك للمربيين وفي معامل كتير بيشتغلوا انه على حسب المربي ما هو عايز، عايز احقن له اي انتيبيوتيك، احقن له عمر يوم كذا، عايز يحقن مضاد حيوي بس حتى في المعمل عمر يوم من غير ما يحصن مرج. تعليق حضرتك ايه على موضوع ان اي انتيبيوتيك يتحقن حتى من غير ما يحقن مرج، يعني بيحقنه بس انتيبيوتيك عمر يوم بس؟ لا حقن الانتيبيوتيك عمر يوم ده عشان الميكوبلازما والايكولاي، لكن احنا دي ما فيهاش مشكله، لكن احنا بنتكلم على مشكله الميكسنج بتاع اللقاحات بالانتيبيوتيك. لا احنا ما نسمعش كلام المربي ان هو عايز يحقن، عايز يضيف مضاد حيوي على الريكومبيننت فاكسين او على الماركس، لا لا طبعا. لا احنا مش يعني معلش معظم المربيين لو هو مش متخصص او هو يعني
آرائهم ما بتبقاش يعني دايماً صواب. لا، موضوع ميكسينج للفيكتور باكسين بالأنتيبيوتيك، أي أنتيبيوتيك لا. وزي ما أنت قلت في طيات كلامك أن بعض الشركات بتوصي بنوع معين من المضاد الحيوي زي الجينتامايسين مثلاً أو سيفوتاكسين، لكن مش أي مضاد حيوي. لكن لو الشركة بتوصي بيه ماشي، لكن مش أنا من دماغي أختار أي حاجة وحطها في اللقاح، لا مش صح. يلا يا ابني بقى اضطربت بقى يعني. ربنا يبارك فيك دكتور، ربنا رب وجزاكم الخير يعني. شكرا لدكتور احمد. في دكتور شهاب توفيق بيسال، لو استخدم ماتور ضخ ميه للنبل بعد حل التحصين الحي في التانك، هل ده ليه تاثير على التحصين؟ لو استخدم ماتور ضخ ميه ميه عشان يزود قوه اندفاع الميه بس. تمام. لا دكتور شهاب، استاذ شهاب توفيق، استاذ شهاب يعني اعتقد ان هو لو الضغط الميه ضعيف وانت استخدمت موتور عشان تزود، ده بالعكس ده يفضل طبعا، لانه كده هيسرع من شرب الكتاكيت للميه او شرب الفراخ للميه، وبالتالي بتسرع من انتهاء ميه التحصين أو إن هي تنتهي أو تتشرب بسرعة، فده في صالح التحصين مش في ضد التحصين. في حد عايز يشترك معي؟ مين؟ دكتور زي. دكتور زي؟ تفضل دكتور زي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورين للجهود المبذولة على هذا المؤتمر الجميل. معكم دكتور زيد من العراق. يا أهلا وسهلا بأهل العراق. الله يحفظك يا دكتور، الله يحفظك. يا دكتور، احنا بنعاني من مشكلة النيوكاسل. تمام. بنحصن زيتي خليط على عمر يوم مع تقطير في العين، أيضا خليط أي بي ونيوكاسل، ندي لازوتا على عمر 12، بعد ذلك يمشي كويس لغاية يوم 30، تجي إصابة نيوكاسل، وإصابة يعني بتاخذ أكثر من نصف القطع. تمام. حضرتك بتسوق على عمر كام يا دكتور زيد؟ زيد؟ أيوة. على 33 34. تمام. طيب طيب، يعني إذا سمحت لي، أنا ليا كومنت على حقن الميت في عمر يوم. لا يجدي، نعم لا يجدي. حضرتك ممكن تغير ميعاد تحصين الميت إلى اليوم الثامن وتدي فول دوز، أو تدي وان أند هاف دوز من الميت بجانب اللقاحات الحية. يعني تدي زي ما احنا بنعمل في مصر، بنقطر النيوكاسل الحي مثلا كلون او هيتشنر او اي لقاح حي من الكلون او هيتشنر، غالبا اللاسوتا لا ما مستعملهاش، على عمر اسبوع. نقطر ده على عمر اسبوع او نرشه على عمر اسبوع لقاح الحي، وندي على الثامن او التاسع او على السابع، ما فيش مشكله، في نفس اليوم حقن لقاح ميت اويل انكتيفيتد فاكسين او لقاح ميت زيتي، وياريت تدي 1.5 دوز 150%، يعني تدي جرعة ونص عضلي. تمام. أو تحت الجلد على عمر مش أقل من 7 أيام، ويفضل تكون اليوم التاسع، وبعد كده تدي جرعة كمان بعد 20 من لقاح. طبعا آسف، في جرعة طبعا على 17 أو 16 كولون أو لاسوتا أو كده تقطير أو مية شرب، وبعدين ندي جرعة ثالثة على 25 لقاح ضعيف وليكن هيتشنر أو من الأنواع اللي هي معروف إن هي ضعيفة، اللي هي اسمها انتريك أسيمتوماتيك نيوكاسل فاكسينز، لقاح حي سواء في ماء الشرب أو تقطير على عمر 25 يوم. إن شاء الله مش هيجي لك نيوكاسل بإذن الله. لو أخرنا تحسين اللقاح الميت ودينا جرعة ونص،
واحنا في بعض الاساتذه هنا في مصر بيدي اللقاح الميت على 7 ايام وعلى 14 يوم جرعتين ميت، لكن انا شخصيا بفضل ان انا ادي على 9 ايام لقاح ميت عضلي جرعه ونصف على 9 ايام من العمر، بجانب 3 مرات لقاح حي على 7 وعلى 16 او 17 وعلى 24 باختلاف الانواع طبعا زي ما وضحت لحضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا. عفوا. شكرا. شكرا. تحياتنا لاهل العراق جميعا. طبعا. دكتور هاني بيه، يعني في سؤالين فعلا، يعني واحد بيقول نسبه الفاقد في عمليات التحصين بالرش، هل هناك دراسات تمت على نسب الفاقد يا دكتور هاني؟ طبعا في دراسات تمت، بس نسب الفاقد يا دكتور على حسب الاجواء. معروف كل ما ارتفعت درجه الحراره كل ما زاد الفاقد، لانه بيحصل بخر او ايفابوريشن لجزء من القطره اللي المفروض تخش الجسم بتفقد عن طريق التبخير. دي اول حاجه. كل ما زاد ضغط الموتور بتاع جهاز الرش يجب الا يكون ضغطه عالي جدا، لان الضغط ده هيخلي جزء كبير يروح على الحيطه، يروح في الهواء فوق، يروح في الفرشه، فيجب ان يكون الضغط بتاع الموتور متوازن. طيب لو الضغط عالي جدا ابعده عن الفراخ، يعني لو انا بقول متر ابعده خليه متر وربع لو الضغط عالي بتاع الموتور بتاع جهاز الرش. فلذلك برضو يجب ان يكون بالنسبة للأعمار الكبيرة ما يكونش متوجه، يعني يجب أن يكون زي الأمبريلا كده بعيد متر وربع فوق الفراخ عشان يعمل يغطي أكبر مساحة ممكنة، وبالتالي أنا بأقلل شوية الفقد، لكن فقد فيه فقد وفي دراسات بس هي مش تحت إيدي. دكتور الشيخ يوسف في سؤال تاني برضو عجبني جدا، بيقول إلى أي مدى يمكن أن تؤثر فرق التحصين في كفاءة اللقاح؟ طبعا فرق التحصين هي اللي بتطبق التحصين على ارض الواقع، فبالتالي لو ما كانش عندهم درايه كافيه، خبره كافيه، علم كافي على الاقل، امانه طبعا. الامانه بتتمثل في ان انا ما اكونش في مزرعه الصبح وبنفس اللبس اخش مزرعه بالليل، وغالبا بيكون بيحقن فراخ مثلا، ودي الخوف لما بيكون بيحقن فراخ بمضاد حيوي، وغالبا الفراخ دي بتبقى مصابه بمرض بكتيري واحتمال كبير تكون مصابه بفيروس، ويخش بنفس اللبس مزرعه ثانيه عشان يحصنهم تقطير او حقن ثانيه، فدي جزئيه الامانه. فاذا ممكن فرق التحصين تكون حامله للفيروسات سواء بعلم او بجهل. ممكن لو الابلكيشن مش سريع، يعني مثلا دخل مزرعه كبيره وعايز يخلص ال 20,000 فبسرعه وهو بيقطر، فالتقطير ممكن ما ينص، او ممكن يكون بيحقن تحت الجلد في العمر الصغير 2/10 ملي او 1/10. لو هو بيحقن 1/10 وبسرعه، انا متاكد ان ال 1/10 ده في معظم الفراخ هيطلع تاني نتيجه لسحب السرنجه بشكل سريع، سكشن، بيحصل سكشن او نيجاتيف بريشر بيسحب تاني. لو هو بيحن 1/10 بيسحب بسرعه ممكن نص ال 1/10 هيرجع تاني على الاقل، لو ما رجعش في السرنجه هيطلع بره الجلد تحت الريش. ده كلام صحيح جدا يا دكتور. فيجب التحري، عدم السرعه، يدي وقت كافي للتفكير. دكتور مجدي القاضي، تمام بس خطأ. يعني دي طبعا فرق التحصين بتؤثر سلبا في مختلف انواع التحصينات سواء كان حقن او كان تقطير كده يعني او رش. حد معانا دكتور على البث المباشر؟ في اسئله كتير على الشات. طيب اتفضل اقرا بعض الاسئله بشكل سريع يا دكتور. لو سمحتم عندي استفسار بخصوص اللايكوبلازما، مزرعه كوبنهاج المملكه العربيه السعوديه منطقه دائمه بسبب اللايكوبلازما ايموجينوفيس. مع العلم ان التحصين القطيع لجميع التحصينات المتاحه في المملكه
هي ام جي لاين وكلم وام اس كلم. استخدام العديد من المضادات الحيويه على مدار الدوره سواء في مياه الشرب او العلف، ورغم ذلك في المزرعه دائره الاصابه بالمايكوبلازما وتحدث مشاكل عديده للذكور من التورمات والتلونات في المفاصل. ملحوظه التواجد فحاسه الشركه بجوار المزرعه في حدود اقل من 1 كيلومتر زائد مزرعه مئات تسمين اخرى في 150 متر. هل المشكله في الماء والتقسيم ام في الامن الحيوي والتقسيم بايه لحل هذه المشكله ونزيل الطرف؟ اولا اعتقد ان مسافه 850 متر بين المزرعتين مسافه كافيه يعني مع الجو اللي هو الجاف في السعوديه. يعني اعتقد ان هو احنا داخلين على كيلو متر فده يعني مسافه امنه. لكن المشكله زي ما قال الاخ اللي بيسال هي في برنامج التحصين وبرنامج الادويه. يعني هو ذكر في كلامه ان هو بيحصن حي مايكوبلازما وبيدي انتبيوتيك في الميه وفي العلف، كيف يتاتى ذلك؟ يعني هو يعني انا بدي الشيء وبدي ضده، اللقاح الحي بيموت بالمضادات الحيويه سواء في العلف اللي هي بالذات بتاثر على المايكوبلازما، يعني الماكرولايدز كلها لينكوسبكتين او لينكومايسين بيتعطف في العلف ده اجينست المايكوبلازما فاكسين، لو هيدي تايلوزين في العلف ده اجينس المايكوبلازما فاكسين، تيامولين في العلف اجينس المايكوبلازما فاكسين. فما ينفعش ان انا ادي مضادات حيويه، يا اما مضاد حيوي على طول يا اما لقاح على طول. يبقى اذا حضرتك تنصحه بانه يركز يعني يركز في حاجه واحده بس وعلى حسب وبائيه، لو بيحصل ريكرنسي للمايكوبلازما يعني يلتزم بالمضادات الحيويه هتدي له نتيجه، يعني اعتقد في الحاله بتاعته ممكن نتيجة المضادات الحيوية مع المايكوبلازما تكون أفضل، خصوصا أنه في الديوك بيحصل التهابات في المفاصل من الام اس، فلذلك ممكن يلجأ إلى الحقن المضاد الحيوي عند ظهور الإصابات ويكرر الحقن بمضادات حيوية متخصصة في التهابات المفاصل هيلاقي نتيجة كويسة بإذن الله. سؤال ثاني في نجم الدين من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشكر حضراتكم. سؤال، لماذا لا يفضل التحصين في ماء الشرب في الاي بي والنيوكاسل؟ لان هذه الممارسه منتشره جدا حاليا. ام اي 5 زائد 32. وهناك بعض المدارس بتكون عندما تضع التحصين الحي سواء رش او في ماء الشرب بنسبه 1.25% مثلا في المية. يفضل تطبيق التحصين مرتين بنسبه 1:1 وثانيا بنسبه 1:4 للتاكد من تقليل كل الحظيره. نصح هذا الرجل؟ لا. اولا بالنسبه للاي بي فيروس او اي بي فيروس فاكسينز، لقاحات الاي بي لا تعطي اي نتيجه في مياه الشرب، ودي قاعده علميه معروفه. ليه؟ لان الاي بي يصيب الجهاز التنفسي وطريقه دخوله، مكان دخوله الجسم هو الطريق التنفسي. لما انا اضيف ميه الشرب يعني معنى كده ان انا بوجه اللقاح للامعاء، يبقى مش هيحصل استفاده من اللقاح ده بكل بساطه. الاي بي يحتاج الى رش او تقطير سواء لوحده او مع الكلون، فالكلون ام اي 5 يفضل تقطير او رش. سؤال ثاني، بعض اللقاحات الميته المزدوجه عند استلامها من الشركه المورده تجدها فاصله، هل هي صالحه للسفر للداخل؟ طيب رجها وحطها ثاني في ثبات لفتره معينه يومين ثلاثه. لو فصلت على طول بعد الرج في خلال ساعات يبقى اعتقد ان هي مش مظبوطه. هل يمكن يحصل عمليه نيوتراليزيشن بين الكلب واللايف نيوكاسل فاكسين؟ ازاي يعني؟ يعني نيوتراليزيشن ازاي؟ يعني هو هيديهم مع بعض ولا ايه؟ لم افهم السؤال. يعني مين اللي بيسال السؤال؟ دكتور احمد، اذا حضرتك موجود يا ريت توضح سؤالك، ممكن تتداخل معانا تسال سؤال حضرتك. اي اعتقد ان هو يقصد لما انا قلت في لقاح المايكوبلازما يدي الحي وبعد شهرين يدي الميت عشان ما يحصلش نيوترايزيشن. دايما يا دكتور لو انت هتدي حي وميت في نيوكاسل حتى لازم يبقى فيه، لازم تدي الحي الاول وبعد كده تدي الميت. ليه؟ لانك انت بتعود الجهاز المناعي ان هو يشتغل مع اللقاح الحي ويتنشط وبعد كده تدي الميت بعديه بفتره. ما ينفعش تدي الميت الاول وبعدين تدي الحي،
لانك انت لو اديت الميت بتاخد اجسام مناعيه بعد 3 اسابيع، ولو اديت حي على طول ممكن يحصل للحي نيوتراليزيشن بالميت، لكن احنا ندي الحي وبعدين الميت وما نديش الميت وبعدين الحي. تمام صح. في اسئله ثانيه يا دكتور؟ هل ينفع الايكولاي تحصيل تطير العين؟ هو بيتعطى يعني على حسب الريكومنديشن بتاعت الشركه، يعني انا مش عايز اطلع من نصيحه الشركه مش بس يعني بس يعني الشيء بيسكر زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان الفيروسات التنفسيه ما ينفعش ان انا اديها من مسار مختلف، فنفس الطريقه نفس الطريقه والله المفروض جهاز هضمي واحيانا تنفسي برضه او ممكن يتحقن يعني يعني على حسب انا مش عايز ريكومنديشن الشركه. يعني انا شايف على البث المباشر دكتور حامد البنا يعني يسعدنا جدا لو يتدخل معانا. دكتور حامد في سؤال يا دكتور هاني برضو بيقول متى نستطيع الاستغناء عن التحصين في مزارع التسمين خاصة وقد أصبحت فترة التربية أقل من 30 يوم؟ ده سؤال برضو يعني لا لن نستطيع في الوقت القريب الاستغناء عن التحصينات، أو ممكن في الوقت القريب تتحول كل التحصينات إلى المعمل، ممكن في خلال 10 سنين يعني أنا يعني في معمل معمل التفريخ. تمام. معمل التفريخ، لأن يعني في اتجاهات عالمية دلوقتي إنه كل اللقاحات تمثل باللقاحات المحملة، فاللقاحات المحملة ذات مستقبل واعد، وأنا أعتقد إن في خلال 10 سنين كل التحصينات هتبقى في المعمل، مش هتبقى ولا هيبقى فيه في مية الشرب ولا تقطير ولا أعتقد الحتة الخاصة بالسيفتي للمستهلك بقى للتسميع على سبيل المثال، هل الأمور دي درست بشكل كافي؟ طبعاً. اللقاحات المحملة ليس فيها أي ضرر على الإنسان يعني، يعني على الأقل لغاية دلوقتي. دكتور حامد دكتور حامد دكتور حامد البنا يتكلم بس تاريخ احنا متواجد معنا احنا اثقلنا على حضرتك جدا جدا دكتور هاني، لكن حقيقي محاضره دسمه وفعلا يعني فيها معلومات كثيره جدا جدا تهم الناس، وانا يعني بشكر كل المجموعه المتواجده معانا اللي هي يعني احتفظنا فيهم طول الفتره الطويله دي. دكتور حامد يا ريت لو منطقه فيها نت افضل يا دكتور حامد. يعني باسم منتدى دلتا بيت سنتر او باسم منتدى دلتا بيت لتبادل الخبرات وباسم شركه دلتا بيت سنتر وباسم الجمعيه وباسم كل الزملاء الحاضرين معانا واللي هيسمعوا المحاضره على يعني المواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الجايه باذن الله، بنتقدم لاستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور هاني اللقاني يعني استاذ امراض الدواجن والعميد الاسبق لكليه الطب البيطري جامعه دمنهور على المحاضره القيمه والحضور الطيب معانا النهارده، وبنتمنى لسعادتك دايما التوفيق والنجاح، ويعني نسعد دايما بحضرتك في المرات اللي جايه باذن الله. انا اللي اتشرفت بحضرتك وبالمنتدى، وشرف ليا ان انا يعني المحاضره اونلاين من الجمعيه البيطريه المصريه للدواجن في خدمة زملائنا وإخواتنا الأطباء البيطريين في كل مكان، والمربيين والمهندسين الزراعيين طبعا. وما زال يعني اللقاءات العلمية متوالية في منتدى دلتا بيت لتبادل الخبرات الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وقبل 3 ساعات من دلوقتي تحديدا الساعة 5 إن شاء الله بإذن الله هيكون معانا لقاء علمي متميز باسم بعض جوانب الرعاية والأمن الحيوي في عنابر الدواجن، مع الاستاذ الدكتور شريف مبارك استاذ ورئيس قسم الصحه بكليه الطب البيطري
جامعة القاهرة. انتظرونا بإذن الله تعالى، نلقاكم على خير، ونتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح.